بسم الله الرحيم. رياضيات سنة أولى ثانوي، لنأخذ هذا التمرين. إذن عندنا نعتبر العددين أ تساوي 140 ب تساوي 150. فكك العددين أو ب إلى جداء عوامل أولية. قلنا بأن أ تساوي 140 ثم ب تساوي 150. إذن عندنا أ، إذن عندنا 140 مقسوم على 2، إذن يعطي 70 مقسوم على 2 35 يعطي 5 تعطي 7 مقسوم على 7 1. ثم 150 كم تعطينا؟ 2. ثم 75 ثم 3 كم تعطينا؟ 150 2 3 3 25 كم؟ 5 5 5 1. إذن عندنا أ تساوي 2 مربع مضروبة في 5 مضروبة في 7. ثم عندنا ب تساوي 2 مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2، ياك 2 مضروبة في 3 في 5 أس 2. السؤال الثاني، حدد هذا قاسم مشترك أكبر ثم المضاعف المشترك الأصغر. إذن هذه تساوي، أش غناخدو هنا؟ غناخدو اللي موجود هنا وموجود هنا. بحال دابا تنشوفو هنا كاينة 2 أس 2، هنا عندنا 2، إذن غناخدو الصغيرة فيهم، فهمتي؟ إذن غنحطو 2، ما غناخدوش 2 أس 2، غناخدو الصغيرة فيهم. ثم غنجيو لخمسة، عندنا هنا 5، عندنا 5 أس 2، غناخدو فقط 5، ما غناخدوش 5 أس 2، هذه فايتاها، فهمتي ولا؟ هذه فايتة هذه. إذا غناخدو ديك الخمسة اللي موجودة هنا وموجودة هنا. ثم طبعا عندنا 7 ما غناخدوهاش لأن ما موجوداش هنا. ثم كاين هنا 3 ما غناخدوهاش لأن ما موجوداش هنا. إذا هذا هو القاسم المشترك أكبر اللي تساوي هنا 10. دابا إلا خدينا مثلا 140 قسمنا على 10 غيعطي 14، 150 مقسوم على 10 غتعطينا 15. ثم عندنا بسط ما يلي، عندنا أ على ب، أ على ب. أولا هنا التفكيك، ثانيا التبسيط، ياك. إذن أ تساوي شنو؟ أشنو هي أ؟ أ هي 2 أس 2 مضروبة في 5 مضروبة في 7. ثم عندنا ب تساوي 2 مضروبة في 3 مضروبة في 5 أس 2. إذن أش تساوي هذه؟ إذا عندنا هنا غنختزلو باثنين هنا، بقينا فقط 2. ثم عندنا هنا 5 هنا 5، غنحيدو 5 وغتبقى لنا 5 مضروبة في 7. إذا كما قلنا 2 مغنسجلوهاش لأن غنحيدوها، هاهي. إذا غنسجلو 3 مضروبة في 5، إذا شحال غتعطي هذي؟ 14 على 15. ثم عندنا هذا، نسينا هذا،
المضاعف المشترك الأصغر. المهم سجلوا هنايا، ثم المضاعف المشترك الأصغر أبي شو يساوي هذا؟ غناخدو دوك الكبار هنا في المضاعف المشترك الأصغر، غناخدو الكبار ديال هاد العوامل، فهمت ولا لا؟ اثنان أس اثنان، هنا عندنا اثنان، غناخدو اثنان أس اثنان، هتولي عندنا اثنان أس اثنان، ثم عندنا خمسة، خمسة أس اثنان، غناخدو خمسة أس اثنان، مضروبة في خمسة أس اثنان، ثم عندنا سبعة، هنا ما كاينش سبعة، غنسجلوها، ثم مضروبة ثلاثة، ثلاثة ما كايناش هنا، غنزيدوها، مضروبة في ثلاثة، فهمتي؟ إذا المضاعف المشترك الأصغر هو اثنان أس اثنان في خمسة أس اثنان، اثنان أس اثنان، اثنان أس اثنان هي أربعة، خمسة أس اثنان هي خمسة وعشرين، هذه غتعطينا مية، مضروبة في سبعة، مضروبة في ثلاثة، شحال تتساوي؟ عندك مية في سبعة شحال؟ سبعمية، سبعمية، ثلاثة، ألفين، ألفين ومية، إذا طبعا أ بي تساوي 2100. إلا شدينا 2100 قسمنا على 140 شحال تعطي؟ نديرو هنا 2100 مقسومة على 140، إذا غنحيدو الصفر، نحيدو الصفر، 21 مقسومة على 1، 1 في 14 14، من 21 هي 7، 7 مقسومة على 14 هي 5، هي 15 صفر، ثم عندك 2100 مقسومة على 150، إذا نحيدو صفر، نحيدو صفر، غتولي عندنا 2100 مقسومة على 15، إذا تعطينا هي 1، 21 مقسومة على 15 هي 1، من 21 غتعطينا 6، إذا 60 مقسومة على 15، 60 مقسومة على 15 هي 4. 4 في 15 هي هي كتعطي 14، هذا غيكون هو المضاعف المشترك الأصغر. إذا نكملو هنايا تبسيط، إذا عندنا أ على بي تساوي 14 على 15، ثم عندنا جذر مربع أ بي، شو يساوي إذا؟ ثلاثة في خمسة أس اثنان. إذا حنا خاصنا نحاولو نرجعهم على شكل أس اثنان، اثنان أس اثنان مضروبة في خمسة أس اثنان، مضروبة في خمسة، مضروبة في سبعة، مضروبة في اثنان، مضروبة في ثلاثة، هذه جنة هنا، بقات لنا خمسة، سبعة، اثنان، ثلاثة. إذن تساوي هادي غنخرجوهم، هتولي عندك اثنان مضروبة في خمسة في الراس الكاري ديال خمسة، مضروبة في سبعة، مضروبة في اثنان، مضروبة في ثلاثة، إذن هذا طبعا تيعطيونا عشرة، مضروبة في خمسة في سبعة خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين اثنان، خمسة وثلاثين في اثنان هي سبعة، سبعة في ثلاثة، خمسة في سبعة خمسة وثلاثين، في اثنان هي سبعين، ثلاثة، سبعة في ثلاثة واحد وعشرين هي ميتين وعشرة، ميتين وعشرة، مضروبة في ميتين وعشرة، واحد على أ زائد واحد على بي، ديما تخدم داكشي اللي فككتي بيه، واحد على أ شناهي واحد على أ؟ هي واحد على اثنان أس اثنان مضروبة في خمسة مضروبة في سبعة، ياك اثنان أس اثنان في خمسة في سبعة، ثم اثنان في ثلاثة في خمسة أس اثنان، اثنان في ثلاثة في خمسة أس اثنان، أولا الضرب ديال هادو في هادو باش يعطوك واحد المقام واحد. المقام واحد ديالهم هو المضاعف المشترك الأصغر، إذا عندك المقام واحد ديالهم هو المضاعف المشترك الأصغر، هو اللي لقينا هنا 2100، شتيه؟
هو 2 أس 2 5 أس 2 2 أس 2 5 أس 2 7 3 2 أس 2 مضروبه في 5 أس 2 ها 7 هي 3. شوف عندنا هنا 2 أس 2 كاينه 5 كاينه 7، شنو اللي بقى لينا؟ شنو اللي بقى؟ 2 في 3 في 5 أس 2. إذا هذه هذا المقام كاينه في 2 أس 2، ها هي كاينه في 5، إذا بقات لينا 5، إذا ها 5 نعقلوا عليها، ثم كاينه 7، إذا 5 في 3، فهمت ولا لا؟ 5 مضروبة في 3. هذا المقام هو باش زايد على هذا، داك الشيء باش زايد هذا خاصو تا هو يزيد يزيد هنا، فهمت ولا لا؟ بحال بغا تقول هذا المقام ديالو ضربناه في 5، عطاتنا 5 أس 2، بحال هذا 5 ضربناه في 5، 5 أس 2، أما 2 أس 2 ما ضربناه حتى في شي حاجة هي باقا. ثم عندنا 7 هاي باقة ديالو حطيناها، ثم عندنا 3 ضربنا تاع 3 خاصنا نزيدو لفوق، 3 راه مضروبة هنا لتحت، زائد شنو؟ نجيو لهاد الثاني، الثاني عندنا 2 ها هي كاينة هنا ولكن خاص وحدة، فهمتي؟ إذا غنزيدو 2 هنا، فهمتي؟ 2 ولات عندنا 2 أس 2، بحال تقول المقام ديالو ضربنا في 2، تاعت بس خاصنا نضربو في 2، ثم عندنا 5 أس 2، هنا شنو 5 أس 2؟ ما غنقيسوهاش. ثم عندنا 3 ما نقيسوش، ولكن شنو غنقيسو؟ شنو غنزيدو؟ ها؟ غنضرو في 7، إذا هذا هو اللي غتلقى هنايا، فهمتي؟ إذا غتعطينا شنو؟ غتعطينا 5، 5 مضروبة في 3 زائد 2 في 7. طبعا هذه حسبناها حنا المضاعف المشترك الأصغر، حسبناه عطانا هو 2100، 5 في 3 شحال؟ 15. 15، ثم زائد 2 في 7 14، 14 على 2100 طبعا تساوي 26 على 2100. واش ممكن تختزل هذه؟ المهم 1 على ا زائد 1 على ب تساوي هذه. عندما نعدك ليكون M و N عددين صحيحين طبيعيين غير منعدمين، أدرس زوجية كل عدد من الأعداد التالية. العدد الأول هو A تساوي N أس 2 زائد M أس 2 زائد A زائد M. كيفاش غدرس أنت الزوجية ديال ديال هاد العدد A؟ طبعا غدرسو حسب الزوجية ديال N وديال M، الحمد لله، أو عدم زوجيات N و M. إذا طبعا عندك N، إلا خديتي N مثلا عدد فردي، عدد فردي إلا كان مربع شنو تيعطي؟ مثلا واحد مربع شنو تيعطي؟ هو واحد. ولا خديتي ثلاثة مربع شنو تعطي؟ مربع تسعود، تسعود. ولا خديتي خمسة مربع شنو تعطي؟ 23. إذا كما تلاحظ بأن المربع ديال العدد الفردي يكون ديما فردي، ديما تيكون فردي. نفس الشيء بالنسبة للآم، الحمد لله، نفس الشيء بالنسبة للآم، ولكن زدنا عليه عدد فردي وزدنا عدد فردي، الحمد لله. دابا إلا خدينا واحد، إلا خدينا هنا عدد فردي، هنا عدد فردي، طبعا العدد هنا ديما غيكون فردي، وهنا العدد ديما غيكون فردي، وبالتالي الجمع بينهما غيعطينا زوجي، عدد زوجي، ثم غنزيدو لهم عدد فردي وعدد فردي، شنو غيكون العدد؟ فردي. عدد فردي هنا غيكون فردي كلشي، وغنزيدو عدد فردي اخر يكون زوجي، زوجي. حنا ديما تنهضرو على هاد ا، الحمد لله. اذا عندنا ا غنعطيو الان عدد فردي غيعطينا عدد فردي، ام عطينا عدد فردي، اذا وبالتالي غيكون عندنا هنا عدد فردي، ياك؟ اذا الجمع بينهما يعطينا عدد زوجي، ثم زدنا مع عدد فردي غيعطينا عدد فردي، وزدنا عدد فردي وبالتالي غيكون عندنا عدد زوجي. إذن إذا كان M و M عددا فرديان، A غيكون عدد زوجي، فهمتي ولا لا؟ دابا لنفرض بأن الواحد منهم عدد فردي والآخر عدد زوجي، غناخدو N مثلا عدد فردي، إذا لخدينا N عدد فردي شنو غتعطينا؟ N عدد فردي، المربع ديالها غيعطينا عدد فردي، وزدنا عدد فردي شنو غيعطينا؟ زوجي. ولكن عندنا M مثلا عدد زوجي، إذن ام عدد زوجي مربع غتعطي ديما زوجي، وزدنا عدد زوجي غتعطينا عدد زوجي. إذن شنو غتكون النتيجة ديال ا؟ زوجي.
زوجية. إذا كان واحد فيهم فردي والآخر زوجي غتكون زوجية. جميلة. دابا إلا خدينا أن مثلا عدد فردي، إذا المربع ديالها عدد فردي زدناها أن يعني واحدة، إذا بالتالي غتكمل داك الفردي وغيولي زوجي. ثم أن عدد زوجي، أن مربع طبعا ديما إلا خدينا مثلا اثنين أس اثنين غتعطي ربعة، عشرة أس اثنين غتعطي مية، خدينا مثلا عشرين أس اثنين، عشرين في عشرين شحال غتعطي؟ 400. إذا غيكون ديما العدد زوجي زائد واحد العدد زوجي غيبقى ديما العدد زوجي. وبالتالي إذا إلا خدينا هاد الحالة الأولى أحدهما فردي، إذا عندنا أن مربع زائد أن، أن فردية، إذا أن مربع زائد أن غيعطينا عدد زوجي في كل الحالات. ثم إذا خدينا أن مربع زائد أن، أن عدد زوجي طبعا غيعطينا عدد زوجي. وبالتالي فإن أ غتكون في هذه الحالة عدد زوجية. الحمد لله. إذا كان أن وأم عددان فرديان أ غيكون عدد زوجي، وإذا كان أحدهما فردي والآخر زوجي إذا أ غتكون عدد زوجي. دابا غنشوف إذا كانوا بجوج، إذا كانوا بجوج عددان زوجيان، إذا كانوا بجوج عددان زوجيان طبعا إذا خدينا عددان زوجيان، إذا كان أن عدد زوجي أن مربع زائد أن غيعطينا عدد زوجي. وفي نفس الوقت إذا كانت أم عدد زوجي، إذا طبعا أم مربع زائد أم غيعطينا عدد زوجي. إذا في كل الحالات أ غيكون عدد زوجي. الحمد لله. طبعا هادشي اللي قلنا دابا غدونو اختصار، غتاخد الحالة ديال واحد فيهم فردي والآخر زوجي. الحالة الأولى إذا كان أحد العددين فردي والآخر زوجي، إذا غتاخد مثلا أن عدد فردي وأم عدد زوجي، ثم غتشوف شنو غيمكن تعطي النتيجة ديال كل واحد فيهم. الحمد لله. ثم غتجمع بيناتهم وغتشوف أ كيفاش غتكون في النهاية. طبعا كما رأينا بأن أ غيكون في الأخر عدد زوجي. ثم غتاخد أن العددين فرديين، غتاخد أن عدد فردي أم عدد فردي كما رأينا بأن أ غيكون عدد زوجي. ثم غتاخد الحالة الأخيرة اللي هي أن وأم عددين زوجيين، وبالتالي في النهاية كما رأينا بأن أ غيكون عدد زوجي. هادو هما الحالات اللي غدرس فيهم هاد أن وأم باش تشوف هاد أ كيفاش غيكون. ثم مثلا عندنا نفس الطريقة غتقوم بها مع الدي، يعني عندك أن أس ثلاثة ناقص أن، إذا عندك أن غتشوفها إذا كانت عدد فردي، أن إذا كان عدد فردي طبعا إذا كان عدد فردي أس ثلاثة مثلا لنفرض مثلا عندك ثلاثة، ثلاثة أس ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة شحال؟ تسعود، وغضربها في ثلاثة 27، إذا غيكون عدد فردي. مثلا واحد، واحد في واحد واحد، ضربها في واحد هي واحد، غتاخد مثلا خمسة في خمسة 25، وفي خمسة 125. ديما العدد الفردي أس ثلاثة تعطينا عدد فردي، ثم تتنقص منه أن. الحمد لله. بحال دابا ثلاثة في ثلاثة تسعود، في ثلاثة 27 ناقص ثلاثة، 27 ناقص ثلاثة شحال؟ 26. ها؟ 26. إذا شنو ولا العدد؟ عدد زوجي. عدد زوجي. نعطيو الآن عدد فردي. ملي تنعطيو واحد عدد فردي، النتيجة ديال الضي تتكون عدد زوجي. بحال دابا 125 اللي نقصنا منها خمسة، غتعطينا 120. الحمد لله. إذا غتعطينا عدد زوجي. إذا في حالة اللي عطينا آن عدد فردي، الضي تيكون عدد زوجي. دابا غنعطيو عدد زوجي هنا، عدد زوجي أس ثلاثة، طبعا أكيد أنه غيكون عدد زوجي. حلو ولا؟ عندنا اثنان في اثنان هي أربعة، في اثنان هي ثمانية، ناقص اثنان ستة، غيكون عدد زوجي. إذا الحالات كلها شنو غيكون دي؟ عدد زوجي. غيكون عدد زوجي، ولكن كتعطي الحالة ديال آن، هنا عندك آن، ماشي عندك آن وآن، غدرسهم جوج مع بعضياتهم. غدرس الحالات ككل. هذه لا بي تساوي ان مربع زائد 7 ان زائد 13. اذا طبعا عندك غير ان هنا، غتشوف ان ملي غتكون فرديه، وغتشوف ان ملي غتكون عدد زوجي. هذه لا اذا عندك ان الا كانت عدد فردي شنو غتعطينا هنا؟ 3 اس 2 9، 1 اس 2 1، 5 اس 2 25. اذا في هذه الحالات كلها الا كان ان عدد فردي
مربع يعطينا عدد فردي. ثم عندنا 7n زائد 7n، حلو ولا؟ طبعا 7n غيكون عدد فردي، مثلا 7 في 1 غتعطي 7، 7 في 3 21، غنزيدوها على واحد العدد شنو؟ عدد فردي. عدد فردي زائد عدد فردي غيكون عدد زوجي، ثم غنزيدو عدد فردي هنا 13 عدد فردي، فهمتي ولا؟ غتكون النتيجة عدد فردي. إذا بي إذا كانت ان عدد فردية، إذا في النهاية غتكون بي عدد فردي. ثم غناخدو الحالة اللي غتكون فيها ان عدد زوجي، عندنا ان أس 2، إذا عندنا 2 أس 2 مثلا هي 4. إذا في كل الحالات إذا كان ان عدد زوجي، ان مربع غيكون عدد زوجي، ثم عندنا 7 ان طبعا أكيد غيكون عدد زوجي، زائد 13 غيكون عدد فردي، الحمد لله. إذا في كل الحالات شنو غيكون هنا العدد؟ غيكون عدد فردي، الحمد لله. سواء أعطينا الآن عدد فردي أو عدد زوجي، إذا بي غتكون عدد فردي، الحمد لله. مفهمتينيش؟ عاودوها. إذا أعطينا مثلا آن واحد، واحد مربع غتكون واحد، زائد 7 آن هذا عدد مفرد، هذا عدد فردي، وبالتالي زائد عدد فردي غيعطينا عدد زوجي، زائد عدد فردي هنا في الاخر غيعطينا عدد فردي. دابا غناخدو الحالة اللي غيكون فيها ان عدد زوجي، الى عطينا الان عدد زوجي، عدد زوجي مربع غيكون عدد زوجي، 7 ان غتكون عدد زوجي، 7 في 2 شحال؟ 7 في 2 14، 7 في 6 42، اذا ديما العدد زوجي هنا، اذا عدد زوجي زائد عدد زوجي، ثم في الاخر زائد عدد فردي، هذا هو اللي يرجح الكفة باش يكون بي عدد فردي. هاد 13 اللي تشوفها الاخرى، الحمد لله. ثم عندك ب بنفس الطريقة، غتعطي الان عدد زوجي وغتعطي الان عدد فردي وغتشوف النتيجة، نفس الشيء هنا. اذا نستكمل في الفقرات القادمة، حياكم الله والى اللقاء القادم بإذن الله.